موجز الأخبار على الحياة فام. الرابعة مساء هنا من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الأخباري الموجز. إلى تفاصيل الموعد، حيث أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بلاغ له اليوم الجمعة تمديد في أجل المتعلقة بواجب التصريح بالأجور وخلاص الاشتراكات بعنوان نظام العملة للأجراء ونظام العملة غير للأجراء للثلاثي الرابع لسنة 22 و2000 إلى يوم 12 من جانفي الجاري لتزامن يوم 15 جانفي الجاري مع عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف الصندوق أنه بإمكان التصريح بالأجور ودفع المساهمات عبر بوابة الصندوق أو باستعمال الهاتف الجوال بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس اليوم الجمعة 13 من جانفي الجاري، أين التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم. كما تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ذلك إلى جمع الزيتونة مرورا بالأسواق العتيقة وقام بالاستماع إلى عدد من التجار. أكد اليوم الجمعة على طالب عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن سنة 23 و2000 ستشهد احتقانا ومن المرجح أن يتلوها انفجار اجتماعي إذ لم يتم تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وجاء ذلك إثر ندوة وطنية حول الحركات الاجتماعية والسياسية العمومية في الذكرى 12 للثورة التونسية من تنظيم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبحضور ممثلي الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. وفي سياق آخر، قال وزير التربية فتحي السلاوتي بأنه يأسف لقرار نقابتي التعليم الثانوي والابتدائي القاضي بحجب أعداد الثلاثية الأولى داعيا إياهم إلى عدم حرمان الأولياء من الاطلاع على تقييم أبنائهم. كما أفاد السلاوتي على هامش تدشين مخبر إعلامي بالمعهد الثانوي علي بلهوان بنابل بأنه يتفهم مطالب المدرسين، مؤكدا بأن وضعية المالية العمومية تمنع الوزارة من الإيفاء ببعض التعهدات المالية وفق تعبيرها. نهاية العرض الإخباري الموجز، قدمه لكم نصر الدين حميدة، في أمان الله وإلى اللقاء.